الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الأخير عندنا في هالقاعدة، لازلنا في قاعدة الربا. اسمعوا، ما الحكم لو دخلت بخمسمائة ريال إلى محل، ثم اشتريت منه سلعة فأعطاك بعض الباقي ولم يجد بعضه فتركت الباقي عنده، أفيعتبر فعلك هذا حراما أو حلالا؟ انتبه، حراما أو حلالا؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال بأنها جائزة مطلقة، ومنهم من قال بأنها ممنوعة مطلقة، ومنهم من فصل، وخير الأمور أوساطها، وقال إن الحكم يرجع إلى نيتك أنت. فإن كنت تنوي حقيقة شراء السلعة فما بقي عند البائع من الثمن فلا يعتبر معاملة صرف، وإنما يعتبر بقاء أمانة، لا بأس عليك، لأنك ما دخلت لتصرف وإنما دخلت لتشتري. لكن من الناس من تكون عملته 500 ريال، وهو يعلم أن صاحب الدكان لن يصرفها له إلا إذا اشترى، فهو يضمر الصرف ويظهر الشراء، فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده، والعبرة في العقود بالقصود لا بما يظهر. ففي هذه الحالة وتلك النية لا يجوز لك أن تبقي شيئا عنده، لأن معاملتك صرف على حسب نيتك، ومن شروط الصرف التقابض والتماثل. فإذا لا نقول هي حرام مطلقة، ولا نقول هي جائزة مطلقة، وإنما هي تخضع إلى نيتك على حسب التفصيل الذي مضى.